اخويا عندي واحد القصه ولا قصه القصه اخويا تعرفت على واحد الدريه من توتنهام كان على برا واش فهمتي وقصه معاه شحال هذه شي 3 سنين تقريبا وتعرفت عليها في الجيم انت تعرفت عليها بالضبط الجيم فري فاير يعني كتلعب انت وياه كنلعب معاه مده هذه وكتجي عندي كتجي عندي المرض فهمتي وتعرفت عليها شحال هذه وفي الاخر با سير اخويا سولا كيفاش تم التعارف ديالك وكيفاش اخويا تلاقيت معانا في الجيم اش فهمتي تلاقيت معانا في الجيم كنا كنلعبوا سير اش نقول لك اخويا بحال قلتي دابا كنلعب معاه مده واش فهمتي بحال قلتي شي 3 سنين ولا عامين مده يعني طواله وفي الاخر وقعت معاه في قصه حب اش فهمتي ولاد كنبغينو كنبغي انا وعايشين الله في وعايشين الحياه ايوا داك الشيء اخويا بالاحساس بدون شعور اي واحد كتبغيها ولا اي وحده كتبغيها راه داك الشيء راه اش فهمتي المهم مده هذه وفي الاخر بين الزوج بها وبغاتني وبغي شحال من مره جات عندك في المغرب جات عندي جوج مرات جوج مرات جات عند مرات جوج ولا انت اللي عرضت عليها لا قلت لها ودا جي عندي انا اللي عرضت عليها شحال العمر ديالها شحال العمر ديالها انا تزاد الشهر عام فهمتي عرضت عليها قلت لها اجي وما بغاتش دازت مده وهي يعني تجي بوحدها بخاطرها ايوا فاش جات دوزت معايا 15 يوم جات من داري والديك يعني كيفاش لا والديا ساكنين بوحدهم انا ساكن بوحدي فهمتي دوزت معايا 15 يوم ورجعات دازت عاود ثاني مده وجات عندي وبغي بدا الزواج وباها ومشكله باها قال ليها لا هذاك الدري لا واش فهمتي ما عرفت اخويا قال لك لا هذاك ما مربيش ولا قال لك لا هذاك ما مزيانش الحمد لله كلشي عندي قال لي لا هذاك مالك ديال فري فاير مالك ديال الجيم يعني ما خدامش ليك والدري انا راه بغاتني اش فهمتي وهي بغاتني وانا كنبغيها ودابا حاليا هي كاينه دابا في توتنهام هي مشات واش فهمتي هي دابا مشات وباها سد عليها كاع يعني باش ما تبقاش ما هكاك حيد لها التليفون حيد لها كلشي ما بقاش تهضر مع سبوكيد يلاه تعشي وانا كنتوجه لبا يتلقى من واخا فند هاد الدريه كتبغيني انا واش انا نتزوج بيه ولا نتزوج بالدريه انا راه بيت انا راه بيت الدريه ما بيتش هو ما انا نتزوج بيه هو انا راه بيت الدريه واخا دخل بيناتنا داك الشيء يتحل اش فهمتي ايوا هادشي ما كان اخويا ايوا دابا كيفاش حياتك يعني دا وحياتي بلا بيها اخويا انا مدمر اخويا وقلبي كيتالم ما نكذبش عليك اخويا قلبي انا كيتالم اخويا والله حياتي مشات علاش يعني انت بالضبط يعني قاوري شنو ما عجبتك البلاد باغي تخويا اه تي البلاد اش عطيتني هاد البلاد هاد البلاد ما عطاتني والو اخويا اش المستوى الدراسي ديالك اه باك شتي طلبك وهار محطوط عندي الدبلوم هذا محطوطين اخويا هادو عام محطوطين علاش ما خدمتيش فين تخدم فين تخدم ما تخدم في هاد البلاد ما تخدمش اخويا يعني صافي قررت انا كتزوج اخويا ما كرهتش انا اخويا هاد البلاد اخويا من غدا قسما بالله لا اخويا ما كرهت اخويا هاد البلاد ماشي حب غادي يدير الوريقات وصافي لا ماشي بغيت الوريقات بيد الحب ومن اش فهمتي من حب من اخويا هاد البلاد اخويا واصلا شنو قلت لها انا قلت لها ودي الا جاب الله غادي نتزوجوا ما نمشي تما نستقر هنا نقولها كاع انا اصلا طمع خويا في هاد البلاد ماشي غادي لطوطنهام واش فهمتي انا اصلا قلت لها تزوج بيه غنستمر هنا غنستقر انا هنا غريبة يعني تلاقيتو في لعبه وقوه كبيره هاد القضيه ديال اللعبه واللعبه مزيانه زاهيه خويا مع غارينا خويا كتسنى تما فيه ما يتقال فيها شي حاجه فيه ما يتقال تما بحال اش تعرف على الناس تعرف على القوريات تعرف على قارينا تعرفت على بزاف ديال الحاجه وفي وما نكذبش عليك فيه الفلوس واش فهمتي ويوتيوبرز اللي معك اصلا ديال فري فاي اش فهمتي وعندي القناه في ماشي في يوتيوب عندي قناه في باج فيسبوك في سبوكي بهذا السمية يعني سبوكيدن اش فهمتي كان معروف سبوكيدن وهذه هادشي اللي وقع لي مع ديك الدريه فهمتي راه ضربت معاها مده فهمتي ضربت معاه مدة راه 3 سنوات و 4 سنوات راه ما سهلش اخويا
فهمتي؟ يعني معلاش ربما يا خويا بنت البلاد اش نقول لك اخويا بنت البلاد خاطينا صحاب تيك توك اخويا خاطينا صحاب تيك توك اش نقول لك اخويا فيهم وفيهم اش فهمتي اخويا من الاحسن ما نتزوج كاع في هذه البلاد اخويا ما نكذبش عليك من هذه البلاد ما كاين لاش اخويا نتزوج انا من هذه البلاد والله ولا ماشي حقني في قوريه المجتمع ديالنا ما كيرحمش اش فهمتي المجتمع ديالنا حنا ما كيرحمش اخويا اش فهمتي اللهم اخويا تما ترونكيل هو هذاك عايش ويسقط الحنان ويخلق السعاده كلشي كاين تما اخويا ما نكذبش عليك بصراحه ما عجباش المغرب عجبتها انايا الله اخويا لا عجبتها انايا المغرب كاع ما عجبها اخويا ولقات فيا كلشي اش فهمتي لقات فيا كلشي اخويا كيما قلت لك يخلق السعاده ويسقط الحنان سريده اخويا راه قلت لك سريده وقالت لك لا بغيتك انت قالت لك اصلا الا بيت نتسارى ما غاديش نجي للمغرب فهمتي قالت لك هي اصلا الا بيت نتسارى ما غاديش نجي للمغرب وانا كنقولها من هذا المنبر ايوا قول شنو نقول الوالد ديالها الوالد ديالها راه حبسها دابا في الدار ودابا هي ولات محبوسه استاف بيت صاحبي دار لي هذاك الشيء بحال الكاشو بحال الزنزانه واحد البرديه كيدير لها الماكله من التحت والشرج مسدو والسيده راه كتواصل معايا غير مع عند صاحبتها بين زوج بعد والسلام الى الوالد ديالها الا كيشوف فيا والديك بلا قادرين اقول هو اما والدي انا قابلين الحمد لله وهو جمدي اما والدي الحمد لله قابلين هو هذاك عايش والحمد لله ما خصني خير اخويا المصير ديالي كيقول لي واحد الراس مشى اخويا لطوطنهام امشي حتى انا مشى اخويا نجمع لي فاليز ديالي ومشي لتما وعلى قبلها وراه درت معايا شي حوايج راه اخويا الله يلاه يلاه درت معايا شي حوايج تخيل معايا الدري كتصيف لي الشهريه ديالي كاين شي وحده في المغرب وانت كتقول لي تزوج في المغرب واش كاين شي وحده في المغرب تصيفط لك فلوس ما كاينش وحده هنا تصيفط لك فلوس الحمد لله قلت لك درت لي الشهريه ديالي هي الشهريه ديالي 6000 درهم 120000 ريال مغربيه وشرت لي موطور وشرت لي البرم ودات لي شحال من حاجه في حياتي وكيفاش بيتي هاد الدري انا ما نتزوج بها يعني ربما الناس يقدر يقول لك اطمع كيفاش طمع؟ يعني انت طمع كما هذه ديال السن ما كيتقفلهاش العقل يعني طمع وانا قلت لك انا بيدها واش فهمتي انا بيدها وهي بغاتني انا مش انا ما قلت لكش انا هي راه كتصرف انا قلت لك درت معها شي حوايج ما يديرهمش معاك شي واحد اخر ما ديرش معاك شي وحده ما ديرش معاك هادشي دخل معاك قلت لك راه درت ليها الشهريه 120000 ريال ودو شريت ليها موطور اتس اش على حساب اخويا كنواجه انا الرساله اللي سالا با يدير معايا شي حل واش انت عند با قال لك هذاك اسيدي لا هذاك ما خدامش ليك هذاك بغا بحال اللي قلتي با قال لي هذاك ما خدامش ليك بغا ما خدام ما ردام بغا يدي لك فلوسك انا راه لا طمع لا خوف سمعتي لا طمع ما والو ما الحمد لله عايش بديالي قال لي راه بغا ينصب عليك بغا يديك الفلوس هذاك راه غير طمع فيك لا انا طمع فيها وانا نوريك علاش انا هادشي دابا هادشي اللي قلت لك انا على انا طمع فيها رسالتي الأخيرة رسالة الأخيرة شنو نقول لك أخويا رسالة هاد الأخيرة من هاد المنبر كنقول لبا إيه ديك الله وديك الدري راه نتزوج أنا بالدرية مانيش نتزوج بيك أنت